تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. هلما نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. بارك يا نفس الرب أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا. الاعتراف وعظم الجلال لبست، أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، المسقف بالمياه على ليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواح وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استساقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، ترتفع فوق الجبال وتنخفض إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسست لها، جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاع، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياد، إليها تقبل حمير الوحش عند عطشها، حولها طيور السماء تسكن من بين الصخور تغرد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبز من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب أرز لبنان التي غرستها، هناك تعشش العصافير ومسكن الهيرود يتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيارها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجل لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفس الرب، الشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى رب نطلب، كيريا لايسون، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب، يا رب ارحم، أجل سلام كل العالم وثبات كنيس الله المقدسة واتحاد الجميل إلى رب نطلب، كيريا لايسون، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله إلى رب يا رب ارحم، من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكريلوس والشعب لرب نطلب، كيريا لايسون، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب، يا رب ارحم، من أجل السلام في لبنان وقلوب لبنانين وخلاصهم، ومن أجل أن يكون بلدنا حرا مزدهرا معافا، لأن رب وحده والسلام يزيل عنا التشنج
ويزرع في نفوسنا المحبة والمشاركة في خدمة الوطن الواحد، ومن أجل أن يحررنا من كل خوف ويهبنا الرجاء إلى رب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بثمار وأوقات سلامية إلى رب نطلب. كيريا لايسون. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى رب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب. كيريا لايسون. من أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الله دائمة البطوليات مريم مع جميع القديسين، فلنودع زواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح ليلا لك يا رب، لأنه بك ليك كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، ولم يقف في طريق الخاطئين، ولم يجلس في مجلس المستهترين، بل في ناموس الرب هواه وبشريعته يلهج نهارا وليلا، ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه وورقه لا ينتثر، بل كل ما يصنع ينجح. لا كذلك الأشرار، لا كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. لذلك لا تقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخاطئون في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتبيد. لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالأباطيل؟ قامت ملوك الأرض واجتمعت الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع ربوتهما ونلقي عنا نيرهما. الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه. أنا أقمت منه ملكا على سهيون جبل قدسه منظرا بشرعة الرب. الرب قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأملكك جميع أقاصي الأرض، فترعاهم بعصا من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار. فالآن يا أيها الملوك تفهموا، ويا جميع قضاة الأرض تأدبوا، عبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق، لأن غضبه يتقد بسرعة، فتوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: لا خلاص له بإلهه. وأما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت، لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني بلا سبب. أسنان الخطأة سحقت للرب الخلاص، وعلى شعبك بركتك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب. كيريا لايسون. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة قدسها والدة الإله خلصينا، هل ندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح ليلا لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. يا رب.
استمع لي استمع لي يا رب يا فمي وبابا حسنا على شفتي لا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا مع الناس العاملين الإثم ولا تفق مع مختاريهم سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخطيئة فلا يدهن به راسي فإن صلاتي أيضا في مسرتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم فإليك يا ربي يا ربي عيناي وعليك توكلت فلا تنزع نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن معاثر صانعي الإيه تسقط الخطأ في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعت أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبئ عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفى لي فخا تأملت في الميامين وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي فصرخت إليك يا ربي وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء أنصت إلى صوت طالبتي فإنني قد تذللت جدا نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك تسبيحا مسائيا وعبادة نطقية نقرب لك أيها المسيح
لأنك قد ارتضيت أن ترحمنا من جهة قيامتك. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازياني. يا رب لا تطرحنا من أمام وجهك، لكن ارتضي أن ترحمنا من جهة قيامتك. من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع لصوتي. افرحي يا صهيون المقدسة، أم الكنائس، مسكن الله، لأنك قبلت غفران الخطايا أولا من جهة القيامة. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن الكلمة المولودة من الآب قبل كل الدهور هو نفسه تجسد في آخر الأزمنة بمشيئته، من التي لم تعرف زواجا واحتمل الصلب والموت، وبقيامته خلص الإنسان الممات قديما. إن كنت للأثام راصدا يا رب من يثبت، فإن من عندك الاختفار. إن فادينا المبدع الكل قد قدم إلى الهيكل من أم عذراء، فلما تناوله سمعان الشيخ صرخ بفرح هاتفا: الآن تطلق عبدك بسلام حسب مسرتك أيها الصالح. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. إن سمعان لما تناول على ذراعيه من البتول المخلص المولود قبل كل الدهور هتف قائلا: لقد شاهدت الأقطار استنارة مجدك، فالآن تطلق عبدك بسلام، فإني قد أبصرتك أيها الصالح. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. إن سمعان لما حمل على ذراعيه المخلص المولود في آخر الأزمان لأجل خلاص البشر هتف بسرور قائلا: إنني قد أبصرت نور الأمم ومجد إسرائيل، فالآن تطلقني بأمرك من الأرضيات حسب قولك بما أنك إله. فإن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. أيها الأب الكلي الشرف بوكولوس، لما تلألأت بنور الفضائل الإلهية وضعت نورا على منارة الكنيسة الإلهية سريا منيرا إياها بتعاليمك الشريفة. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها المتوشح بالله بوكولوس الكلي القداسة، إذ قد قدسك الروح القدس فهو يمنح بك للمبادرين نحوك بإيمان التقديس والاستنارة والخلاص. لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. أيها الحكيم بوكولوس، بما أنك خادم للأسرار كلي الشرف، قد كرست بإفراط صلاح إلهنا فأصلحت الشعوب المضنوكين وقدمتهم للمخلص المعطي الصلاح. المجد للآب ولابني وروحي القدوس. اليوم تبتهج مدينة حمص البهية متلألئة بجهاد شهيدها إليان الموقر، المناضل عن العبادة الحسنة والطبيب الشافي أمراض النفوس والأجساد لجميع المبادرين إليه بإيمان، إذ قد أحرز نعمة الأشفية من لدن الإله العلي، وفي ميدان الجهاد لم يبالي بتعذيبات المغتصبين، فنال إكليل الاستشهاد من يمين المسيح المخلص، متشفعاً على الدوام من أجل المكرمين جرن أعضائه المقدسة والمقيمين تذكاره السنوي بشوق، لينالوا الصحة والغفران والرحمة العظمى. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن ملك السماوات
فيبنى الله المؤمن
ترنيمة المساء. الرب قد ملك والجمال لبس. الرب قد ملك والجمال لبس. لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. الرب قد ملك والجمال لبس. لنقل جميعنا من كل نفوسنا من كل أذهاننا، لنقل أيها الرب ضابط الكل إلى أبانا، نطلب إليك استجب وارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. حمنا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل جميع المنتقلين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان والعاملين على بناء هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار والذين يتعبون ويرتلون فيه، ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبح ومجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنكمل طلبتنا المسيحية للرب. كيريا ليسون. عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل. وراسك كيريا. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل. وراسك كيريا. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة الإله خلصينا مع جميع القديسين
هل ندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحن رؤوسنا للرب. لك يا رب. أيها رب إلهنا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخطأوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك متوقعين خلاصك، فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة. ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد صعدت على الصليب يا يسوع الذي نزل من السماء، وأتيت إلى الموت أيها الحياة الذي لا يموت، وإلى الموجودين في الظلام أيها النور الحقيقي، وإلى الساقطين يا قيامة الكل، فيا منيرنا ومخلصنا المجد لك. الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لنمجد المسيح الناهض من بين الأموات، لأنه اتخذ نفسا وجسدا ففصل أحدهما عن الآخر في الألام، لما انحدرت نفسه الطاهرة إلى الجحيم التي سباها، والجسد المقدس لم ير في القبر فسادا الذي هو جسد الفادي والمنقذ نفوسنا، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. أيها المسيح، إننا بالمزامير والتسابيح نمجد قيامتك من بين الأموات التي بها أعتقتنا من تمرد الجحيم، وبما أنك إله منحتنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى، لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. يا سيد الكل، يا من لا يدرك، يا صانع السماء والأرض، لما تألمت على الصليب أفضت لي عدم الألام، ولما قبلت دفنا ونهضت بمجد أنهضت آدم معك بيد عزيزة كلية الاقتدار، فالمجد لقيامتك الثلاثية الأيام التي بها منحتنا الحياة الأبدية وغفران الخطايا، بما أنك متحنن وحدك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. إن الراكب على الشيروبيم والمسبح من السرافيم يقدم اليوم بحسب الشريعة إلى الهيكل الإلهي، فيتكئ على ذراعي الشيخ ويتقبل من يوسف قرابين لائقة بالله كزوجي يمام الكنيسة الطاهرة والشعب المنتخب جديدا من الأمم، وفرخي حمام بما أنه رئيس العهدين القديم والجديد. أما سمعان فلما تقبل غاية الوحي الذي أوحي إليه بارك البتول مريم والدة الإله، وسبق فأخبر مشيرا عن آلام المولود منها، واستمد منه العتق هاتفا: الآن تطلقني أيها السيد كما سبقت فوعدتني، لأني قد أبصرتك أيها النور الذي قبل الأزل والرب المخلص الشعب المسيحي. الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام كل الشعوب نورا لاستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اغفر خطايانا يا سيد، تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس، اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب، ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن
وإلى دهر الداهرين. آمين. إن حذرت من العلو يا متحنن وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الآلام، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك. حبك للرب يا إنيا جاوز الحدود وفاق البيان، أيا طبيبا يشفي الأدواء بالمجان، حتى كبت التعذيب بالمسامير وكنت تجد تسبيحا بالمزامير، فاشفينا أيضا وأعطينا حبك فيضا يبدد الأمراض والأحزان. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. افرحي يا والدة الإله العذراء الممتلئتان نعمة، لأن منك أشرق شمس العدل المسيح إلهنا منيرا للذين في الظلام. سر وابتهج أنت أيها الشيخ الصديق حاملا على ذراعك المعتقة نفوسنا والمانحة لنا القيامة. صوفيا بارك المسيح لنا الذي هو مبارك كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. شدد اللهم الإيمان المقدس إيمان المسيحيين المستقيم رأيه مع هذه الكنيسة المقدسة إلى أبد الدهور. آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح الإله، يا رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم ربي بارك. أيها الأب القديس، أيها المسيح الآن الحقيقي، من قبل أن يحمل على ذراعي سمعان الشيخ وقام بين الأموات من أجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة الدائمة البتولية مريم بقدرة الصليب الكريم المحي وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة أجساد وسلاة النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل كل مديح وباء الأبرار متوشحين بالله والقديسين الصديقين يواكيما وحنة جدي المسيح الإله والقديس إليان الحمصي الشهيد والقديس بروكولوس أسقف إزمير والقديس فوتيوس بطريرك قسطنطينية الذين نقيم تذكارهم اليوم وجمع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بمنك صالح ومحب للبشر. بالصلوات يا بنا القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين.